لو تكلمنا عن حول هذه الرسالة المفتوحة، ماذا كانت تحتوي وكيف ردت فعل سيف الإسلام القذافي حول هذه الرسالة؟ الدولة فتح حوارات مع الإخوة المسلمين في الخارج في تلك الفترة، وكان أيضا مع المعارضة في تلك الفترة. الرسالة التي هي وجهت للدكتور سيف الإسلام، هل جلست معه يعني والله هي رسالة قرأها وصلت؟ هو الناس اللي احتكينا بهم وقريبين أقروا بأن هذا الجانب غائب أصلا. الدكتور سيف أقر بها. تخففهم من وطأة المعارضة من خلال الأموال. لا نريد نذكر الأسماء. لا نريد نذكر يعني يوم ذكرت تحكي عن اللي صار. أنا نحكي. أنا ما نحكوش على أشخاص. لكن كانت من الأدوات. سيف. ليبيا الدولة المنشودة يأتيكم الليلة على تمام الساعة 8:30 مساء. يعني كان في تواصل للدولة. كان في تواصل للخارج. لو تكلمنا عن حول هذه الرسالة المفتوحة، ماذا كانت تحتوي وكيف ردت فعل سيف الإسلام القذافي حول هذه الرسالة؟ الدولة فتح حوارات مع الإخوة المسلمين في الخارج في تلك الفترة، وكان أيضا مع المعارضة في تلك الفترة. الرسالة التي هي وجهت للدكتور سيف الإسلام، هل جلست معه يعني والله هي رسالة قرأها ووصلت إليه؟ هو الناس اللي احتكينا بهم وقريبين أقروا بأن هذا الجانب غائب أصلا. الدكتور سيف أقر بها. تخففهم يعني من وطأة المعارضة من خلال الأموال. لا نريد نذكر الأسماء. لا نريد نذكر يعني لما ذكرت تحكي عن اللي صار. أنا نحكي. أنا ما نحكوش على أشخاص. لكن كانت من تبي تحكي عن سيف. ليبيا الدولة المنشودة يأتيكم بعد قليل.